بكم وأهلا وسهلا متابعين الأعزاء ومشاهدين الكرام على قناة كنتي تي في وصفحات نادي الفن والثقافة، معا لنستمتع بسيرة ذاتية والمسيرة العلمية والنصائح والتوجيهات مع معالي الداعية فضيلة الدكتور هدو بكري كوني. وهذه حلقتنا الثانية، نرحب بكم قائلين مرحبا وأهلا وسهلا بكم. ومعالي الدكتور، مرحبا وأهلا وسهلا. الحمد لله العالمين، أهلا وسهلا. فنقول للمشاهدين والمتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعالي الدكتور، مع حلقتنا بالذات الآن وأنتم من عالم البلد، لعل الدارس والمثقف المستعرب يود أن يطلع على بعض الإنجازات من فضيلتكم، مثل الخطب والدروس والمحاضرات، جمعيات ووضويات، جهود دعوية ومشاكلها، فتفضلوا مشكورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية في نهاية الحلقة الماضية كان الكلام حول بعض المشايخ الذين تأثرت بهم، فكنت نسيت شيخا فذاك له علاقة كبيرة فيما سنتحدث عنه، وهو الشيخ صالح كوني، يقال له ساليا كوني. صالح كوني هو في سيكاسو، هو الذي فعلا علمني كيفية البحث العلمي. فكلما كنت أسأله أي سؤال، يعني هو يوجهني إلى مكتبته، عنده مكتبة. نعم. فيقول لي ويذكر لي أسماء الكتب، يقول ادخل في المكتبة وابحث عن كتاب كذا وكذا، وانظر في الفهرس، وأنت ابحث وتكتب لي ثم ترجي لي. والله استفدت منه كسوى هو لهذا لقيد الحياة، ذكره الله بخير، آمين إن شاء الله، ومد في عمره. صالح كوني، هذا هل له علاقة بالدكتور عثمان صالح كوني؟ لا، دكتور عثمان هذا صالح التراوري. يا رب، هو عثمان صالح التراوري. نعم أنا ذاك كوني. صالح كوني، ذاك صالح كوني. تمام، نعم إن شاء الله. ثم الآن فيما يتعلق بالإنجازات، حقيقة في مشكلة لدى دارسي مالي، دارس العربية في مالي، مشكلة الكتابة. حقيقة نحن ضعفاء جدا في الكتابة والتأليف. صحيح. بينما عندنا زملاء في نيجيريا هم ترى يعني سبحان الله يؤلف كثيرا، ولكن ويكتبون أيضا ويكتبون ويألفون لكن صحيح. إن هذه المشكلة، لذلك لم أكتب أي كتاب إلا بخصوص التخرج فقط. نعم يعني في الجامعة كان عنوان بحثي، يعني كنت وديت أن أكتب عن الأعلام السود في القرون المفضلة. الأعلام السود في القرون المفضلة، هذا الذي كنت وديت في ذلك، لكن المشرفين رفضوا وقالوا هذا فيه عنصرية. فيه عنصرية صحيح. فقالوا أن أغير فيكون الموضوع نبذة عن بعض أعلام القرون المفضلة. نبذة عن بعض أعلام القرون. وركزت على سود فقط، فعلا كتبت عن سود فقط في وين كان الموضوع هكذا، لكن في الصحابة أخذت أسودين بلال وأم أيمن بركة الحبشية، هو في تابعين أيضا أخذت بعض السود، وتابعت أخذت بعض السود هكذا. كان المهم هذا كان. ثم في المعهد العالي كتبت العلاقة التربوية بين الأستاذ وتلاميذه، هذا كان في المعهد العالي. أما في الماجستير الموضوع كان المسؤولية الجنائية بين الشريعة والقانون المالي نموذجا، يعني هذا تم. أما كتابات خاصة كذا لا للأسف، لكن أما الخطب ودروس هذا ما شاء الله خطب كثيرة، يعني أخطب منذ أن كنت
حتى قبل الجامعة كنت أخطب، نعم صحيح، وفي الجامعة أيضا حتى الإمام ده كان في بلد الأيام جعلني أخطب في الجامعة، حتى في نيجر، في النيجر وقته كان الأستاذ إسحاق إسحاق أمين، حتى وين كان هو الإمام، كان هو الإمام حتى في سنة مصر، هو سافر للحج نعم وكلني أن أخطب العيد لما كان عيد الأضحى في الجامعة، في الجامعة الحمد لله موقف جميل جدا. نعم هذا كان يعني نعم إذا فالخطب كثيرة صحيح. ثم بقى دروس الإذاعية كثيرة جدا، شرحت كتب كتاب في أصول الفقه الكامل باللغة المحلية وهو موجود في الإذاعة، وفي مسجد أيضا قمت بشرح كل من رجال الصالحين كتاب الأذكار الإمام النووي منهاج المسلم، كل هذا بالكامل يعني بالكامل وموجودة بتسجيل وكذا عند أهل المسجلين عندي في المسجد. والآن أنا في شرح إمام شرح مواطئ إمام مالك الموطأ في المسجد، نعم في المسجد، والآن نحن الآن أنهينا الحلقة 187 هكذا نعم منها، هذا يوميا يعني فيه، وبالتالي في من يسجل ويبث ويكون في كل يوم، في كل يوم بعد المغرب، بعد لا بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد الفجر، بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يوميا حتى صباح اليوم تم الحمد لله. نعم إذا هذا في ذلك المجال. أما في الجمعيات أسست مع بعض الزملاء جمعيات الثقافة والتضامن في مالي IMSS، وهي جمعية الحمد لله تعمل في كثير من المجالات. الجمعية جاءت متى؟ أنا تم تأسيسها 2004 ديميلكات، لكن التأسيس كان في قبل، لكن التصريح كان في ديميلكات، وإلا كنا نقوم بأعمال باسم، لكن كتصريح هذا ديميلكات. وهي جمعية فتح لنا علاقات مع كثير من الدول، وذلك قد يتساءل لماذا أستاذ هذا يسافر كثيرا الدكتور رحال، هذا السؤال كان يطرح نفسه عن طريق الجمعية رجع علاقات مع كل من الكويت وتركيا والجزائر وموريتانيا، يعني عن طريق عضويات في مع جمعيات أخرى ينادوننا في أنشطة وهكذا، فبهذا مسافر كثيرا عن طريق الجمعية وفي المؤتمرات أيضا. وأما المؤتمرات فأنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول ابتلاني أن أصبحت عضوا في كثير من الجمعيات. في مالي هنا أنا عضو في رابطة الدعاة نائب الأمين العام، وفي المجلس الإسلامي أنا عضو في مكتب منظمة العلماء، مكتب العلماء هذا منذ 20 سنة تقريبا، وأنا عضو في ذلك، وعضو في تجمع السنة الذي تشكل حديثا أنا الأمين الإداري، بالإضافة أنا عضو في اتحاد علماء إفريقيا أمين العام الدكتور سعيد محمد باسيلة، وأنا عضو أيضا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد العالمي وذلك منذ 2005 2005 نعم. ثم عضو في الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، أنا عضو في ذلك منذ وقت بعيد أو حديثا؟ هذا بعيد، لكن حديثا تم في السفر الأخير كنت في دكار، في هذا السفر الذي تم حديثا في هذا الأساليب، فتم تشكيل تحالف لغرب أفريقيا من أجل نصرة القدس، تم تعيين نائب الرئيس، الرئيس من نيجيريا نائب الرئيس وأنا نائب الرئيس الحمد لله لهذا التحالف لكل غرب أفريقيا في مساندتي قيادة فلسطين الحمد لله. كان هذه العضويات هنا وهناك وندوة عالمية للشباب الإسلامي، هي مدرسة عربية الإسلامي. أنا يعني أعمل في الندوة منذ 2001 2001 نعم نعم، كنت اولا سكرتير ثم سكرتير محاسب ثم الان انا مدير معهد الندوه نعم التقني للبنين، فاذا
كل هذا الأشياء تفتح علاقات. صحيح تفتح علاقات. ولذلك يعني جل الدول الغرب أفريقيا زرتها جميعا. لا ليس لمالي دولة جوارية إلا وزرتها. يعني كل الدول الجوارية لمالي زرتها جميعا. صحيح. والحمد لله. هل تذكرون بعض الشخصيات العالمية التي الذين التقيتم بهم في هذه المؤتمرات والسفريات؟ والله أنا جل كبار العالم تقريبا يعني. كده هم كثيرون. كثيرون. نعم. سواء الشيخ القرضاوي، الدكتور علي صنابي، الدكتور عصام بشير، الشيخ محمد ودادو. يعني كثير كثيرون. كثيرون. صحيح. الآن عندما نتحدث عن الدكتور ونتحدث عن علاقته الطيبة مع ولد الدلو عصام بشير القرضاوي وغيرهم، قد نتحدث عن فكر معروف وهو الفكر الإخواني، ولعل علاقة الدكتور طيبة بالفكر أو برواد هذا الفكر، فهل هناك كلام أو حديث أو كلمة في علاقتكم مع القرضاوي ولد الدلو عصام بشير والفكر الإخواني نفسه؟ تمام. والله يا حقيقة أنا معجب بفكر الإخوان، بفكر الإخوان أنا معجب به. وأنا لا أرى فرقا يعني بين فهمهم وبين فهم السنة على منهج السلف. والذي أؤمن به أيضا كل يؤخذ من كلامي ويترك. ويترك صحيح. ولا فليس معنى أن معجب به أن خلاص كل شيء هذا مستحيل. صحيح. هذا مستحيل. ففي مجال يعني التيسير في الفتوى، في مجال الانفتاح على كل المجالات وعلى كذا، فأخيرا أنا معجب به كثيرا وهذا ما أعمل به. ولكن من ناحية العقيدة ولا هذا كذا شيء، فنحن على عقيدة السلف يعني 100%. هذا نعم. في مالي هل هناك جبهات للفكر الإخواني كمؤسسات أو أدويات؟ لا تعرف في مالي هنا ليس مالي فقط. نقول في أي مكان في الدنيا نادرا أن تجد دولة لم تتأثر بالإخوان. صحيح. هذا مستحيل. الآن حتى إذا كانوا حرامون الآن عندما تأخذ السعودية جل أسأل كبارنا السعودية أين كانوا؟ الإخوان الذين كانوا يدرسون في الجامعات السعودية هم ألفوا كتب وكذا كذا. إذا فشئت أو أبيت أنت متأثر بفكراتهم. وكذلك عندنا كل الجمعيات الآن تقول بشمولية لغوالية الإسلام. من أين هذه الفكرة أتت؟ من من؟ من الإخوان. يعني نقول نحن في كذا وكذا كذا كذا. هذا كل تقريبا متأثر بفكر الإخوان في هذا الجانب بسواء شعرت أو لم تشعر به. صحيح. في مالي هنا أيضا تجد الجمعية عندما تقول نحن نادي إلى شمولية الإسلام لغلوبالية الإسلام لأن متأثرون تماما بالإخوان. صحيح. وشكرا لكم معالي الدكتور على هذه الإنجازات والعضويات، وخلد الله هذه الآثار وكثر أمثالكم. ونتحدث عن بعض المشقات والصعوبات، ليس هناك عالم إلا وقد تعرض لبعض المشكلات، فنذكر بعضا مما تتذكرونه من تلك المشقات والصعوبات. تمام. فعلا نقول أكبر مشكلة حقيقة في حياتي العلمية هو في دراسة الجامعية. عندما قبلت في الجامعة قبلت منتسبا بدون منحة في السنة الأولى بدون منحة. نعم. لكن قررت أن أبقى، قلت لن أرجع. أنا يعني أم كان عندي أولاد والأسرة والوالدان على قيد الحياة وهكذا، وكنت تعودت قبل الجامعة أن أنفق عليه وكذا، لكن الآن كيف سأكون في الجامعة بدون منحة؟
صحيح. ترددت كثيرا هل أبقى لا أبقى، لكن الموقف الذي شجعني أن سافر على المواصلة. نعم على المواصلة. موقف هذا الشاب صحيح لا زال نعم لن يكون اختزال سيكون مشكلة، أنا سأبقى. ودكتور عثمان صالح حفظه الله هو الذي شجعني كثيرا، والله هذا الإنسان يعني نسأل الله أن يبارك له في عمره وفي كل شيء. هو قال لي لا لا أنا أخوك صلوة منحتي يعني لي ولك، والله في لنا كذا درسوا على منحتي في السنة الأولى والله الحمد لله. نعم يعني سواء مطعم أي شيء والله الحمد لله جزاه الله خير، كان يأخذ منته وكان بينه وبينه والله جزاه الله خير جزاه الله خير. إذن ولكن مهما كان هذا كان في كان مخلوق صعبا صحيح. أنا يعني إنسان حتى الأستاذ كان يسألنا كيف أنت قبلت ممتازة، والله كل يشهد كل من درس معي في الفصل يعني الإنسان لا يتحدث عن نفسه صحيح. لكن مستواي كان فوق مستوى كثير من الكثير من الناس، وكنت أتعب الأساتذة وفي الجامعة كنت أشارك في كل الأنشطة الإدارية والحركات ولا. فعليه يسأل كيف هذا أصبحت منتسبا. نعم ولكن قدر الله لا لا أردنا نبتلياني صحيح فاهمين وهكذا. نعم لكن الصعوبة الكبرى بعد السنة الثانية من الجامعة من الجامعة. نعم في السنة الثانية سافرت مع الأسرة وكان معي زوجة والأولاد في النيجر في النيجر. نعم كنا في مدينة ساي في ساي. نعم لكن عندما بدأت في الإجازة وكان رغبتي أن أرجع إلى سنة ثالثة مع الأسرة، الوالد اعترض على هذا، الوالد قال لا لا أنت ترضي بمفردك والأسرة تبقى. قلت لا لا بهم بجواري أطمئن أكثر، قال لا لا. فماذا حصل؟ إذا سافرنا معا أنا والدكتور عثمان والدكتور محمد الكوري وزير الشؤون الجنوبية الوزير. كلنا ركبنا سيارة معا من سيكاسو إلى بوغوج لاسو. بوغوج لاسو أخذنا باص سما سان فرانشير. نعم وبقيت الأسرة هنا وبقيت الأسرة. نعم وبقيت الأسرة. إذا أنا والدكتور عثمان والوزير. نعم ثلاث ركبنا أخذنا تذكرة لثلاث في كان في كرسي ثلاث كراسي متتالية. نعم منتظمة بعد. نعم فعثمان كان دخل أولا. نعم إلى ناحية النافذة. نعم وأنا جلست في الوسط. نعم والوزير جلس على الوسط على الطرف هذا حيث يكون رجله على المنبر. نعم نعم سافرنا كذا من بوبوج لاسو إلى وغا. إلى وغا نعم. وفي وغا أخذنا فترة راحة. نعم. وكان لعثمان قريب هناك. نعم. يعني قريب كان المفروض يأخذ من عثمان شيء آخر. نعم. وعندما أردت الحافلة أن تنطلق القريب هذا بدأ يأتي فعثمان سافر من وقف. نعم. فنادى عثمان. نعم. وليسلم شيء هذا على الأمانة. نعم. فأنا القدر ما شاء الله يكون صحيح. فأنا انتقلت من مجلسي إلى مكان إلى مجلس عثمان ولا أنا من جوار النافذة. نعم وأنا قلت له أخو الكبير أخذ مكانك، فقال ما في مشكلة. فجلس وعثمان في الوسط. نعم فانطلقت السيارة وفي الطريق انقلبت السيارة على جهة التي أنا أجلس فيها مشكلة والله، وهذا الذي سبب لي هذه الأشياء الجزئية الجروح، وكان في كسر هنا والعظم ظاهر وجروح كثير من الجسم. الله اكبر سبحان الله. اذا المهم هذا قدر الله يعني لان القدر لا يمكن ابدا. ولا كان مكان عثمان ولا كان اخص مكان. اما عثمان بقي سالما وعافى. عثمان والوزير هذا لا نصب باي شيء. نعم جرحت وفي اخر بعض الناس جرحوا ايضا. نعم فاذا قضيت في مستشفى نامي كانت الحادثة على أرض بوركينا، لكن الطلبة وإخوان الذين كانوا معنا في الحافلة هم أصروا أن أحمل إلى نامي لا إلى بوركينا. هذه المسافة البعيدة قطعتموها كيف؟ لا الحادثة كان أقرب إلى حدود بوركينا، كانت إلى حدود بوركينا لا حتى من الحدود نعم. إلى نامي نعم. المسافة طويلة سيارة إسعاف لا أدخلونا في سرية صحف بوركينابية أهل بوركينا قالوا لازم هذه لا وغدو أولا قالوا
من مكان هاليس إلى وادو أكثر من 300 كيلو وإلى نعم تقريبا 100 وكم زمن أتلو رفضوا وقفوا موقف صارم فمن هنا خلاص أخذونا في سيارة إسعاف النيجر إلى نيامي. إلى نيامي فقضيت في مستشفى نيامي شهرا كاملا في العلاج وناس يدرسون ثم بعد ما خرجت أيضا من مستشفى نيامي رجعنا إلى سايك في مستوصف للجامعة لا زال موجودة نعم فقضيت هناك أيضا 45 يوم في المستوصف لست في السكن ولا تدرس في المدرسة أنا كنت في السكن أنا كنت أنام في مستوصف هذا 45 يوم إذا الكل أخذ مني شهرين ونصف صحيح وكذا بقي على إمتحان الفترة الأولى فعدة أيام فكنت مصابا وفي عاجل كان مصاب وفي واحد غيني أيضا كان مصابا فالجامعة اقترحت علينا أن نرجع إلى البلد ولا يحصل علينا ونرجع في العام القادم لنواصل الدراسة وهذه السنة تذهب السودان ولا تقدموا كما يقولون سنة بيضاء ولا يحصل عليك أنا كنت فكرت أنا أرجع قلت في الناس والله موضوع الشباب هذا أيضا لا يسأل لأن يقينا والله إذا رجعت ما كان علي سيقبل أن أرجع إلى الجامعة ما كان سيقبل أبدا فقلت لا أنا سأدخل قال إذا رسبت سيقبل قلت ما في مشكلة سأدخل والله سأدخل لكن دخلت الامتحان سبحان الله فترة دراسة الجامعية لم حصل الامتياز إلا في ذلك فقط امتياز في هذا الفائل عديد المرض ما هذا لم حصل إلا في ذلك فقط حصلت على الامتياز وإلا كل تقدير جيد جدا يعني لكن الامتياز كان في ذلك السنة فقط والله حقيقة كان فترة صعبة جدا النفقات أتت من أين؟ الحمد لله المعيشة في المستشفى في نيامي وفي الجامعة أيضا لا هذا كان يعني والله طلاب جزاهم الله خيرا نعم وأخونا الدكتور بكر ميجا نعم الفارابي نعم الدكتور نعم هو كان رئيس الاتحاد العام كان رئيس الاتحاد في الجامعة الاتحاد ماذا يقول الاتحاد العام للطلبة العام. لأن في وقتنا وحتى الآن لا يكون في الاتحاد العام رئيس إلا النيجيري فقط لا 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 الاتحاد العام هذا كان لا من جميع الجنسيات كان الدكتور الفارابي فهو الذي يعني أرغم رئيس الجامعة يتحمل النفقات يعني في المستشفى والطلاب أيضا جمعوا تبرعات من هنا وهنا وهنا وأيضا الأهل أيضا أرسلوا مال مع أخي لي سافر وجلس بجواري أرسلوا معه مال أيضا يعني هو كان بجوارك مدة تلت هذه المدة نعم بعد الشفاء رجع ساعة الموقف كان حرجا نعم الشفاء رجع كان أرسلوا أخي لي غادر مالي وكان هناك والحمد لله هكذا أيضا فالانفقاد كان جزء كبير على إدارة الجامعة وطلاب أيضا تعاون معنا إلى أن هذه من المواقف الصعبة التي يعني اللي عشتها هذا الموقف موقف صعب جدا نعم صحيح ولكن زميلي العاجي هو قال لو الغيني لكن من وصول مقيم في حصاد العاجي هو فضل أن يرجع إلى كوت ديفوار ثم هذا من العام التالي وهكذا فعل والله لا أنا كنت وغيرت للأسف حتى الآن مكمل هذا الآن منذ كاربونتيسيت نعم إلى الآن هو خلاص انتهى توقف بشهر سنتين سوء الحظ مالي دكتور لما رجعت من الجامعة من النيجر لماذا لم ترجعوا إلى سيغاسو لتكملوا جهودكم الدعوية وتحولتم وانتقلتم إلى العاصمة إن شاء الله هذا سؤال مهم جدا والله رغبتي كان أن أبقى في سيكاسو بموكو صحيح عاصمة مالي لكن أنا ما كنت أحب بموكو أصلا أول زيارة إلى بموكو هذا كان في كاترون أونز في أهل أحتيتي كاترون أونز والله أول زيارة إلى بموكو فنحن لدينا من سيكاسو كل إيجاراتنا نقضيها إما في كوت ديفوار أو في بوركينا فاسو
تجد نادرا تجد بيتا في سيغاز وليس لهم قريب في سائل قريب في سائل عاد في صحيحنا بوجه السؤال تحديدا. لما قلت كل اجاباتي ومنذ السؤال الى ان مدرسة كلها في سهل عاجو أو في بوركينا. نعم. أول ما جي لما كان في كاترون أوز وبعد له جيت في كاترون كاتورز مهمة. نعم. وبعد له لم آتي إلا في ديمي ولكن كيف ذلك؟ عندما رجعت إلى سيكاسو عندما هنا رجعت إلى سيكاسو بدأت التدريس في مدرسة علوم الدين. نعم. التي آخر مدرسة كنت فيها قبل الالتحاق بالجامعة. نعم. لكن أساتذتي منهم الشيخ صالح يكون هذا الذي ذكرته وفيه آخر اسمه عبد الله كيتا وفيه خالو ليسوس هم قالوا لي أنا أقدر عليك أن تضع ملفاتك في برمكو في بعض المؤسسات الخيرية لعل الله يوفقك. فقلت لا لا أنا أفضل سكسونا. قالوا لا لا أنت إذا وجرب فقط صحيح. إذا وضع ملفاتي فجئت وضعت ملفاتي في بعض المسلمين لجنة المسلمين في إفريقيا. نعم. وما كنت وضعت في المنتدى. نعم. عثمان كان ذاك المنتدى وأنا تركت ذلك لكن وكان في مكتب الندوة أيضا. نعم. لا تأسيس وضعت ملفي في الندوة وفي لجنة المسلمين في إفريقيا. الحمد لله. ورجعت إلى سيكاسو. وبدأت التدريس فعلا في شهر أكتوبر. لكن في نهاية أكتوبر جاءنا اتصال من لجنة المسلمين في غانا يريدونني أن آتي قبلتك كمدرس لهم في العبادة وفي السراوية. لكن الراتب كان قليلا جدا بالنسبة لما يعني كان أكثر مما أخذ في سيكاسو ولكن في تحديدا كنت أخذ في سيكاسو كان من فرنك. وهنا قالوا لي أن آتي وراتب يكون سنكان من فرنك فارس ديمي صحيح. وأنا بسيطة لا أدفع إيجار ولا أدفع مواصلات ومع الأسرة ومع الأسرة والوالد وكل وإخوان وكذا. لكن لما أتي هنا فقلت لا لا أتي. لكن هؤلاء المشايخ قالوا لله لا لازم تذهب فبرمكو يعني وجودك في برمكو سينفعنا يوما ما صحيح. والله قالوا لي هو هي العاصمة صحيح. فاذهب فعليه جئت بدأت التدريس في هذا المكان في مدرسة الأمير في دوره سنة. ثم كنت أشارك في يعني الأنشطة التي تتم عن طريق مدرسة المنتدى. درستم بسنغانة من هذا فقط؟ نعم قضيت سنة كاملة وجئت بأسرة أيضا في نفس سنغانة من هذا؟ والله يعني كان في ديميل على أن تكون غير هذه الدرجة صحيح. نعم كان جئت بالأولاد وأخذنا إيجار وكل هذا كان في هذا سكن بي. لكن برأت أتحرك في تلك الفترة. ثم بعد ذلك المنتدى قابلوني مدرسة إلى مدينة كاي. فذهبت إلى مدينة كاي مع الأسرة مع الأسرة سنوات سنوات الإمام مالك. نعم. فكنت إذا فالراتب كان ثلاثة أضعاف. نعم. حقيقة أن ذهبت إلى المدرسة. نعم. نعم. ذهبت إلى كاي. قضيت هناك أيضا سنة. سنة واحدة. وفي سنة في سنة رجعت فعلا وحتى وصلت كاي. نعم. ثم مدير الندوة اتصل بي وقالوا لي خلاص تم قبولك. نعم. في الندوة. في الندوة كسكرتير وإمام. نعم. ففعلا ما كنت أرغب أن أترك كاي. نعم. لكن ظروف والدي الصحية صحيح ذلك كان عمره متقدم جدا. نعم. فمدينة كاي بعيدة عن سيكاسو صحيح والعاصمة قريبة والعاصمة قريبة. نعم. فقلت خلاص يعني فقدمت استقراريت لما كنت منذ 2000 و من دي وانا موجود. نعم. والحمد لله المهم وقدر لك كما قالوا صحيح يعني سترى ان منفعه قليله صحيح بوجودنا في بامكو بتواجدنا في بامكو ان شاء الله.